بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دابا غادي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتلاقاو فيها باش نديرو داك المخدات اللي كنت درت معكم عليهم وقلت لكم انا وحدين اللي بغيتوه. هذا المهم غادي نبداو بالمخده هذيك الورديه الغوز هي اللي غادي نبداو بها. باش انا خدمت هذوك المخدات خدمتهم بهذيك بالصوفه ديال الكيلو، بالصوفه ديال الكيلو اللي كنت شريت من عند داك السيد راني كنت درتو لكم في واحد لا فيديو. دابا نخلي لكم الرابط ديالها الفوق ونخليه حتى في التحت ديال الفيديو. اذا انا شريت هذه الكيلو كتباع كم 100 درهم الكيلو، 100 درهم يمكن الكيلو، 100 درهم يمكن بقيت عاقل. المهم انايا كيلو راه كنخدم فيه بزاف الاشياء، خديت منها كتاخذ شحال ما بغيتي، بغيتي رابعه، بغيتي نص كيلو، شحال ما بغيتي نتيا على حسب الحاجه اللي غادي تخدم. اذا انايا ديجا خدمت الوجه ديال واحد الجهه ديال ديك المخده، ودابا غادي ندير معكم الجهه الاخرى وعاد غادي نوريكم كيفاش غادي نلاقيوها. هذيك المخده هي ديك الخدمه ديالها، هي راه كتبان هكا تجي زوينه في الشكل ديالها، يمكن تنزل على فوتوي ولا في غرفه النوم ولا غرفه الاطفال فين ما بغيتو. المهم فين ما كنحتاجو ديك المخدات صغيورين وشي حاجه مصاوبينها بيدينا كتبقى ليها قيمه خاصه. دابا اذا اشنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو الصوفه، انا راني خدمت غير بهذه 9 كيلو قلت لكم كتجيني رخيصه وكنقدر نخدم بها بزاف الحوايج. وغنحتاجو الكروشي، انا حيت دايره الصوفه على جوج هذه درتها على جوج، اذا غادي نخدمها بالكروشي 5.5 ونحتاجو المقص وصافي. هادشي اللي غنحتاجو ليه وصافي، حتى الخيط يمكن ما غنحتاجوش لان غادي نجمعوها بالكروشي. اذا فوالا غادي نبداو. اول حاجه غادي نبداو غادي نديرو داك العقده الاولى. كيفاش كندير ليها؟ كنحيد هذا باش يبان لكم كيفاش كنديرو. كنشد هذا الخيط ديالي كنتنيه بحال هكا، كتجيبي كتنيه وكتخشيه من التحت، تخشيه هكا من التحت وتجبد هذه الخريصه هذه وصافي وتجبد. ها انت درتي العقده الاولى. كيفاش غنديروا ليها؟ ها هو غادي نشد هكا يا الخيط، ها هو الخيط ديالي الجهه القصيره، غنشد هكا تجيب هكا تجيب الخيط من الفوق وتخشيه وتخشيه من التحت. غنجبدوا هذاك الخيط القصير من هنا، شفتوا؟ ها هو دابا ولا عندي هكا يا هذا الخريص، شتيها ولات هذا الخريص. غادي نجبد هذا الطويل هذا صافي، وها هي كتسد كيمكن لي نحكم فيها. ها انايا دابا نسخرها ونخشي الكروشي ديالي، هذه هي العين الاولى باش كنبداو. اذا شنو غادي ندير؟ غادي منين بديت هكا غادي ندير 4 ديال السلسلات، 1 2 3 4، وغادي نسد هاد 4 السلسلات اللي درت. هاد 4 السلسلات اللي درت غنجي الاولى، ها وحده جوج ثلاثه اربعه، غنجي لهاد الاولى وغنخشي فيها الكروشي. هاد الخيط الصغير حيدو خليوه هكا، انا راني خليته طويل غير ملي كنت كنوريكم. غادي نخشي ارجع جيت للسلسله الاولى اللي درت وخشيت فيها الكروشي ونلوي الخيط ونخرج هادو بجوج، هاد العيون بجوج صافي. دابا ولات عندي دائره صغيره تكونه من 4 سلسلات، شتوها؟ هي دائره صغيره. اذا هاد الخيط هذا يمكن لي نقصو ندخلو تحت الخيط اللي كنخدم به. انا عاده ما بغيتش نخليهش طويل. اذا غنشد هذاك الخيط. دابا شنو باش غنبدا؟ باش غنبدا غادي ندير 3 ديال السلسلات، 1 2 3 السلسلات، ياك؟ هذا الخيط هذا شدوه هكا مع 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 الدائره، تمشاو مع الدائره باش يبقى تحت نخبيه لداخل. نلوي الخيط وندير عمود، ندير عمود في وسط الدائره. او ملي درت عمود عاوتاني نلوي الخيط وندير عمود واحد اخر. هاد ثلاثه السلسله اللي درنا الاول غنحسبوهم عمود. اذا بحال عندي ثلاثه الاعمده، ملي ندير ثلاثه الاعمده غادي ندير دابا جوج السلسلات، غنفرق ما بينهم وما بين اللي جاي بثلاثه السلسلات، وغندير ثلاثه الاعمده واحد اخرين. ها واحد العمود، هانتوما شفتو كيفاش كندير ليه، راني كاينه داري لكم كيفاش، كاينه فيديو كتشرح كيفاش يدار العمود.
كنلوي الخيط كنخشي في وسط الدائره ونعاود نجر هذا الخيط اللي كاين ونخرج العين وها هو عاوتاني نخرج جوج ونعاود نخرج جوج. اذا دابا عندي جوج الاعمده من بعد السلسلات عندي جوج الاعمده هما غنزيد واحد اخر. شتي في نفس الوقت هاني شاده هذا الخيط كنخبيه تحت الخدمه كيدخل تيتدفن انا مكنبغيش نقول هذيك كيتدفن مع الخدمه فوالا. اذا وغادي نزيد دابا غندير جوج سلسلات عاوتاني وندير ثلاثه الاعمده ها هي واحد جوج واحد هاد الثاني العمود الثالث. اذا شحال عندي من مجموعه ديال الاعمده عنديها واحد مجموعه هادو ثلاثه مفروقين بجوج سلسله ثلاثه مفروقين بجوج سلسله ثلاثه مفروقين بجوج سلسله غنزيد ندير واحد جوج سلسله واحده اخرى جوج سلسله ونزيد ندير ثلاثه الاعمده واحده اخرين ها هي ثلاثه الاعمده واحد جوج عمود ثاني والعمود الاخر العمود الثالث. دابا هذا الخيط اللي ورا هذاك الخيط اللي كان دايز راه حنا دخلنا بقى غير هاد شويه عندي له بحال هكا نقطع فوالا صافي ما بقى باين والو. دابا خدمنا دابا ثلاثه ديال العمود هذا هنا نورمالمون خصنا نديرو جوج سلسله ولكن لا حنا ما غنديروش جوج سلسله غادي نلويو الخيط غنديرو نصف عمود غنجيو لهذيك الاولى اللي درنا واحد سلسله دوك ثلاثه سلسلات الاولى اللي درنا واحد جوج وفي الراس ديالها في الثالثه غادي حنا لوينا الخيط باش نديرو نصف عمود غادي نخشيو في الثالثه في الفوقانيه وغادي نجبدو الخيط ونعاودو نديرو هكا ونديرو نصف عمود. هاد نصف عمود كتجي فعوض هاد جوج سلسله. شنو غادي نديرو من بعد غادي نديرو ثلاثه السلسله ثلاثه السلسله هادي فعوض عمود وغادي نلوي الخيط وغادي نجي لهاد الفراغ اللي تكون عندي وندير سلسله عمود واحد اخر ندير عمود وندير جوج سلسله ونعاود وندير عاوتاني جوج عمود في نفس الفراغ في هاد السباس هاد الفراغ اللي دار بنصف عمود ندير عاوتاني جوج عمود. اذا ولا عندي هذا القنص فيه جوج عمود جوج سلسله جوج عمود كنديروها دائما في هاد الفراغ اللي كاين. ومن بعد شنو غادي نديرو غادي دابا هاد ثلاثه العمود اشنو غادي نخدموهم هاد ثلاثه العمود اللي كانوا عندنا في الصف الاول غادي نشدو غادي نديرو العمود مدوبل العمود مدوبل كنلويو الخيط جوج ولكن من التحت هاد العمود نورمالمون غادي نخشي الخيط راه هنايا الفوق لا دابا هذا غادي نجي لهاد العمود اللي عندي هنا شفتوه وغادي نخشي الكروشي لويت الخيط بعدا جوج مرات باش ندير عمود مدوبل وغادي نخشي الكروشي من التحت ديال هاد العمود ونلوي الخيط وندير عمود انا نخدم انا عمود مدوبل هي كنخشي بحالكم بقى نخرج جوج بجوج ها هو شتا ها هو كيفاش غايجي هادي اللي حداها حيت عندي ثلاثه تاع الاعمده العمود الاول هاني كيفاش درت ليه وغادي نعاودوها وغادي تشوفوها مزيان بلاتي نفوكسي مزيان. العمود الثاني غنخدموه عمود فوق منه عمود عادي عمود عادي والعمود الاخر الثالث غادي ندير عمود مدوبل كنلوي الخيط جوج مرات وكنجي من التحت عمود مدوبل ولكن من التحت هو من خشيت تحت العمود التحتاني شتي كنجي نخشي الكروشي من هنا ونخرجو هكا ونخدم ها هويا صافي منين نخرج هكا دابا غنبقى نحيد نطيح جوج بجوج نهبط جوج بجوج ها هي جوج ها هي جوج ها هي جوج صافي. ها انا دابا درت هادو جوج اعمده مدوبلين هذا عمود عادي وغنجي للفراغ. الفراغ شنو كنديرو فيه ديما كنديرو فيه بحال هكا جوج اعمده جوج سلسله جوج اعمده. اذا غادي ندير نفس الشيء هنا انا غنلوي الخيط ندير العمود الاول نزيد العمود الثاني ندير جوج سلسله ونزيد العمود عاوتاني
عاود حتى اخر صافي. دابا انا درت هاد القنت عاوتاني، اذا وهاد ثلاثه الاعمده غادي نعاود ندير لهم نفس الشيء. اذا هاد الاولى غنبداها غندير عمود مضوبل فيها، غنجي من التحت الكروشي كنخشيه في فهاد، شوف هانت كنلوي الخيط وكنخشي الكروشي هنا، كنخشيه من التحت من هاد العمود وكنخرجو من موراه، كنخشيه ونخرجو ونخدم نجر الخيط، نجيب الخيط ونخرج جوج بجوج. هذا هو العمود المضوبل ولكن من التحت. هذا الثاني العمود الثاني غنخدمو عمود عادي، عمود عادي. والعمود الثالث غنديرو عاوتاني مضوبل، هكا هذا مضوبل هو لويت الخيط جوج مرات، وغنجي للعمود هكا قبل منه، كنخشي الكروشي قبل من العمود وكنخرجو من بعد منه، وكنجيب ونجيب الخيط نجر الخيط صافي. انا خرجت دابا عندي دابا العيون كنبقى نخرجهم جوج بجوج صافي، كنكمل هذاك صافي. هاي دابا وصلت للفراغ. الفراغ شنو قلنا كنديرو فيه؟ كنديرو جوج اعمده، جوج سلسله، جوج اعمده. دائما هذاك القنت هذاك لي كوان غنبقاو نديرو فيهم جوج اعمده، عمود ثاني جوج سلسلات، ونعاود ندير جوج اعمده واحد اخرين في نفس الفراغ. القنصه صافي راه عرفنا شنو فيه، فيه ربعه الاعمده مفرقينهم جوج سلسلات. دابا غادي نبقاو نخدمو، غادي نبقاو نخدمو. ها هو شتي كيف دابا هو القنات كيبقاو يجيو ديما فيهم، القنات ديما فيهم جوج اعمده مفروقين بجوج سلسله. هذا هما القنات، هذا هما اللي كيمشيو هكا. وهنايا هادوك دوك الاعمده المضوبلين، الاعمده المضوبلين هما اللي تيجيو خارجين هكا، دوك اللي كنخشيوهم من التحت وكنخدموهم، والاعمده العاديين هما اللي تيبقاو لتحت. اذا غنكملو دابا صافي، كملت القنت. غادي نجي لهاد الاعمده الثلاثه، قلنا الاول الاعمده الثلاثه الاول كنخدموه مضوبل من التحت، وهذا كنخدموه عادي، وهذا عاوتاني كنخدموه مضوبل. اذا ها هي مضوبل، غنلوي الخيط جوج مرات، غنخشي من تحت من العمود ونخرج من بعد منه قبل منه وكنخرج من موراه، وكنخدم عمود مضوبل. عمود مضوبل هي بحال العمود، غير هي زايده هذيك زايده العين. ها هو يا، وغادي الاخر غنخدمو عادي، هذا يتخدم عادي، وهذا غادي تخدم عمود مضوبل. هنا القنت غادي نخدموه، غنخدموه حتى هو يا ربعه جوج جوج وبيناتهم سلسله، وغنخدمو هادو بحال كي خدمنا قبيله ونطلاقا. دابا منين كملنا الدوره ديالنا، جيت وصلنا للبدايه. منين بدينا بثلاثه ديال السلسله. اذا غادي نجي لهاد السلسله الثالثه وغندير منزلقه، غنخشي فيها الكروشي في السلسله الثالثه. لا ها هي عندي واحد جوج ثلاثه، اذا هادي ها هي الثالثه، هذيك اللي كنا كنديرو ثلاثه في الاول باش كنقولوا راه في عوط عمود، في الراس ديالها غندير منزلقه. اذا دابا غادي نبداو السطر الثالث. السطر الثالث باش غنبداو، غنبداه بثلاثه عمود، هذا في عوط عمود، ها هو عمود فوق منه عمود. هذه اللي حداه اللي هنايا كانت في القنت، شتي دابا القنت كانوا عندنا جوج عمود، جوج سلسله، جوج عمود. اذا الاولى ها هي خدمناها ثلاثه في عوط عمود بحال عمود، وهذه اللي حداها غادي ندير ليها العمود مضوبل، عمود مضوبل ولا ثنائي ولا المهم، ومن التحت غنخدمها من التحت، وغندير هكا ها هي كيما درنا القبيله، حيت غادي يبقى يتخدم، غادي تبقى تكون عندنا الخدمه وحده عاديه عمود عاديه، وحده عمود مضوبله من التحت. وهنايا في هاد الفراغ ديال القناه غنديروا جوج عمود صافي. دابا ختمت هذيك، غندير جوج عمود العمود الاول، العمود الثاني، ندير جوج عمود، جوج سلسله وجوج عمود.
عمود عادي. هاد العمود اللي حدا اللي كيكون حدا القنت، دائما كنبداو بالعمود المضوبل، دائما كنكملوا بعمود مضوبل بحال هكا، عمود مضوبل من هنا، وهذه غادي تاهي تولي ديما حدا القنت، غتبقى تجيكم عمود مضوبل. ها هو دابا انا راني تنيت جوج، ها باش تبعوا معايا. ها دابا انا خدمت القنت جوج عمود، جوج سلسله جوج عمود، ودابا غادي نتني على هذا، وهاد الاولى غنخدمها من التحت، عمود مضوبل من التحت. ها هو يا جوج خرجت اللي حداها عمود عادي، اللي حداها هذيك العمود اللي حداها غادي تخدم عادي، وحده كتكون عمود مضوبل من التحت، وحده عادي. هذه الاخرى اصلا هي في السطر الاخر كانت عمود مضوبل، شفتوا عمود مضوبل. اذا غادي دابا غنتني الخيط على ندير جوج، تني جوج وغنخشي من التحت ونديرها عاوتاني، ديما كتبقى عمود مضوبل من التحت، والعاديه العمود العادي غيبقى عادي. هكا غادي نبقاو غاديين في الخدمه حتى نكملوا القياس اللي بغينا هذه المخده. تبعوا معايا راها ساهله، عمود هذه عمود من التحت، هذه عمود عادي. دابا رجعنا دابا وصلت لذاك القط اللي كان، اذا وانا دابا خدمت وحده عمود من التحت. اذا القنت باش غنبدا بعاديه، واللي منها القنت كتجي دائما مضوبله، كتجي عمود مضوبل، وهذه حتى هي غتجي عمود مضوبل. المهم ها انتما غتشوفوا معايا، هذه عمود دابا عمود مضوبل، اللي حداها عمود عادي، عادي هو عادي. غنثني الخيط على جوج وندير عمود من التحت مضوبل، ها هو، حيت هي راه العمود العادي ديما كيجي حداه عمود مضوبل. اذا صافي دابا انا كملت هادوك التحتاني، دابا راني في الفراغ، شفتوا دابا الفراغ ما كاين حتى شي عمود قبل منه. دونك هاد الفراغ شنو كنديروا فيه؟ كنديروا فيه جوج عمود، جوج سلسله جوج عمود. ها هي العمود الاول، الثاني، جوج سلسله جوج عمود عادي. دابا حيت هاد الاخر غيتخدم عمود عادي، اذا منين غنجي لهاد الاعمده اللي عندي هنايا، اللي عندي هنا هاد الاعمده اللي عندي هنا، بحيث هذا خدمته عادي، اذا هذا اوتوماتيكمون غادي يجي عمود من التحت مضوبل. هذا داكشي كيجيو ديما حدا القنت، كيجيك العمود مضوبل، كيجي عمود مضوبل من هاد الجهه ومن هاد الجهه، ديما كي بحال كيحاصروا هذاك القنت. والباقي عمود عادي، اللي عادي كيبقى عادي، واللي خدمناه مضوبل في السطر الاخر كيعاود يتخدم مضوبل. ها شتي هذا دابا مضوبل، هو عاوتاني دابا حتى دابا غيتخدم مضوبل من التحت. شتا كنتمنى نكون وصلت لكم، فهمتوني كيفاش، هو راه ساهل بزاف، غير الا ما درتوش عاودوا وركزوا مزيان وغادي تعرفوا راه ساهله. وها هي دابا هذه عمود عادي، وهذه عمود مضوبل. ها حنا دابا غادي نشوف، ها شتي دابا هذا عمود مضوبل، اذا وهذا عمود عادي، هذا اللي حداه عمود مضوبل من التحت. وغادي نجيو للقنت، القنت فيه ربعة، القنت شتو فيه هاد الربعة، إذا حيت هذا عمود مضوبل، هذا غيكون عادي، وهذا غيكون مضوبل، مضوبل. ومنين غنجي لهنا لهاد الفراغ غندير فيه جوج عمود، جوج سلسلة، جوج عمود، وهذا حيت هنا هذا كان عمود عادي للخر اللي غيدار، إذا هذا غيكون مضوبل، هذا عادي، وحيت هذا هاهويا هذا مكان مضوبل في السطر، دابا غيكون مضوبل، وغنمشيو هكا غندورو حتى غنوصلو للخر. كملت دابا كملنا هاد الدورة، هادي التالتة، مني غنكملوها غادي نجيو لهداك اللولة اللي بدينا،
داك ثلاثة الأعيون اللي بدينا بها، العمود اللي درنا غير ثلاثة السلسلة، في السلسلة الثالثة غنديرو منزلقة، كنخشي الكروشي كنجبدو كنخرجو من العيون بجوج. إذا ها هويا دابا بدا الشكل كيبدا كيبان، بداو كيبان الأضلع، هادي ديك داك العمود المضوبل اللي على داير على جوج، ومن التحت كيبداو كيبانو، غادي يبقاو يبانو. إذا غادي نكملو دائما كلشي، غنبقاو غاديين غاديين حتى كتوصلو للقياس اللي بغيتو. بغيتيها المهم فيها 20 سنتيم، بغيتي فيها 30، كاين اللي بغات تبغي فيها 40 ولا 50، المهم على حسب كل وحده شنو بغات القياس ديالها. ملي كتوصلي للقياس ديالك غادي نكملو، غادي ندير معكم شي شويه هذا السطر الاخر وعاد نزيدو نكملو. اذا كنبداو دائما السطر، دابا ملي كنديرو المنزلقه شنو كنديرو، كنبداو بثلاثه السلسله هذه في عوط عمود. اذا واللي حداه دابا بحال درنا عمود عادي، اذا اللي حداها اوتوماتيكمون راه 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 مدوبل من التحت، وهو راه كيبان، ها شفتوا راه كيبان لكم طالع، كيكون هذاك اللي مدوبل كيكون تيجي باين طالع بحال الاضلوع. ها هويا غنديروا هذا درته مدوبل من التحت، والاخر اللي حداه عمود عادي، اللي حداه عمود عادي. هذا اللي حداه شنو هو؟ هذا راه القنت اللي فيه جوج اعمده، جوج سلسله، جوج اعمده. اذا هاد الاعمده ديالو حتى هما كنبداو كنخدموهم، كيدخلوا لان غادي من بعد في الفراغ غنديروا بحال هادو وحده اخرين. اذا هنايا دابا حيت هذا كان دوبل، اللي حدا غيكون عادي، هذا عادي عمود عادي، هذا الاخر اللي قبل من الفراغ دائما قلت لكم كيكون عمود مدوبل، ها هويا ومن التحت او عمود مدوبل من التحت. دابا هنايا الفراغ غندير فيه القنت، جوج اعمده، جوج سلسله، جوج اعمده، ها هويا جوج اعمده، جوج سلسله، جوج اعمده وحده اخرين. صافي دابا القنت هو تخدم، حيت هذه الاخرى عمود عادي اوتوماتيكمون، هذيك اللي غادا تجي حداها غتجي مدوبله ومن التحت. اذا هذه عقلوا عليها باش ما تلفوش، وغايجيكم هي هذيك غتجيكم الزواقه. اذا ها هي عمود مدوبل، هذا اللي حداه عادي، ومن اللي حداه بلا ما ديري راه باين هذا مدوبل، ها هو. اذا غنلوي الخيط جوج مرات ونخشي الكروشي من التحت، نهز تحت العمود ونخدم، لا نخدم العمود ها المدوبل. شفتوا هذاك سميتها بالفرنسي دوبل بغيد، او بالانكلي تريبل ستيتش، تريبل ستيتش. هنايا عادي هذا، لا بلاتي هذا كان مدوبل، هذا يكون عادي عمود عادي، وهذا عمود مدوبل من التحت، هذا عادي، هذا مدوبل من التحت، هذا عادي، هذا مدوبل من التحت، حتى غنجيو لهادو ديال القنت. اذا حيت هذا كان مدوبل من التحت، هذا عادي، وهذا اللي غادي تجي جوست قبل من الفراغ غادي تكون مدوبله من التحت، وهذه وغادي تخدموا عاوتاني جوج عمود، جوج سلسله، جوج عمود. مادام ان الاخرى عاديه، اذا هاد الاولى غتكون مدوبله، غتكون بحال هكا، غتجي من هنا هكا وغادي تكملوا حتى كتوصلوا للاخر. ملي كتوصلوا كتخدموا هذه في الاخر، كدوروا الدائره وكتوصلوا لهنا، ملي كتوصلوا كتخدمي هذا مدوبل، وغادي توصلي لهاد ثلاثه السلسله الاولى اللي درتي هنا، كديري فيها منزلقه. صافي من فوق المنزلقه كديري ثلاثه السلسله وتبداي عاوتاني نفس العمل اللي درتي، وانت غادا هكا حتى تكملي. كملوا القياس ديالكم، وانا غادي نكمل هاد القياس الوجه الاخر، قد هاد القياس اللي بغيت، ونتلاقاو ان شاء الله. دابا انا كنقربت نكمل هاد السطر، قربت نكملو. اذا كيفاش هاد الاخرى هادي مدوبله، عمود مدوبل ومن الخلف، وهادي عمود عادي، صافي. وهادي هادي عمود مدوبل من الاخر، من الخلف، من الخلف. اذا كيفاش كنديرو هكا كما قلنا، صافي. وها انا كملت القياس اللي بغيت، القياس اللي بغيت هو هذا القياس اللي بغيت ديال المخده
اللي بغيت قد هكايا صافي. اذا هاد هنايا شنو غادي ندير؟ غنجي لهنايا هاد العين الاولى اللي كنبداو كنديروا فيها ثلاثه ديال السلسله اللي كنديرها في عوض عمود، غادي ندير منزلقه، ندخل الكروشي ونخرجوا منهم بجوج صافي. دابا منين كملت شنو غادي ندير؟ هذاك الساعات شنو غادي نديرو؟ غنديرو سلسله. دابا كملنا غادي غير نزوق نديرو سلسله وغادي نجيو لهاد غندير سلسله فين في البلاصه اللي درت فيها السلسله هنايا هنا تحت منها في هاد البليزه غادي ندير غرزه الحشو وغنجي لهذه اللي حداها وندير غرزه حشو وحده اخرى وغادي نمشي كلها كل ندير غرز حشو كل وحده من هادو غندير فيها غرزه حشو ونبقى غادا هكا غرزه حشو غرزه حشو وانتم عقدتو كنخشيو غير الكروشي ونجبدو الخيط ونخرجو العيون بجوج غرزه حشو غنمشيو هكا غنمشي معكم حتى للقنت لان في القنت هذا هنايا في هاد لوكوان هنايا عندنا هاد المكان هذا غادي نديرو فيه ثلاثه د غرز الحشو مغنديروش غير وحده هنا هنايا كل وحده كنديرو فوق منها وحده كل غرزة عندنا كنديرو فيها غرزة حشو هكا دابا هاد الوجه مني غنكملوه خاصكم تصاوبوا واحد اخر بحالو قدو كيف بنفس الطريقة اللي درنا في هذا كنصاوب هكا غرزة حشو عاوتاني واحدة أخرى هنا حتى كنجي لهاد الفراغ اللي عندي هنا في القنص غادي ندير فيه ثلاثة واحدة جوج زوجة ثالثة وهنايا هادي ما نساوهاش شتا هادي دابا الفراغ درنا فيه ثلاثة وهادي ما خصناش نساوها غنديرو فيها حتى هي غرزة حشو وغادي نكملو هكا حتى نكملو هاد الدائرة كاملة دابا غادي دابا هنايا وانا بغيت درت معكم من هنا حتى لهنا غير باش ملي درت معكم من هنا حتى لهنا باش نوريكم هنايا هاد القنت بان كنديرو فيه ثلاثة وفي فيغ اتونسيون ردوا البال هنا باش هاديك ما تنساوهاش وصافي اذا وغادي ندورو عليه كامل بحال هكا حتى نرجعو للبلاصة اللي منين بدينا وغنديرو منزلقة ملي غادي دابا انا كملت الدوره كامله درتها بغرزه الحشو بقات لي صافي منين وصلت للاخيره غنجي لهذه ديك العين اللي طلعنا بها هذيك السلسله ها هي العين الاولى اذا اللي باش بدينا غادي ندير هكا غندير منزلقه صافي ونحبس لها مع ديالي انا ساليت هاد الطرف حتى هو غادي ديرو حتى تجبوها بجوج بحال هكا هاد الخيط هذا اللي بقى اللي قطعت هذا ماشي مشكلة هذا غادي ديرو غير بحال هكا يدخلوه لداخل بأي طريقة المهم خصو يتخبى وصافي بالبرا ولا بالكروشيه باش ما بغيتش إي جاتكم مزيانة ديروها كنخبي بحال تدخلي فوق الكاشي على الانتيريور سي تو شوفي كما كروشي غلايت شي شويه وكنخاف يجبد ليا العين غادي غير بحال هكايا فين ما بغيتو تديوها ماشي مشكله المهم غادي يدخل حيت ملي غنديرو هكا غنديرو مخدر ما غيبقاش يبان صافي دابا عندنا هاد الوجوه بجوج عندك هو دابا اشنو غادي نديرو
دابا غادي ندورو عليها من هنا. يمكن لكم تخيطوهم دابا الوجوه ديالكم بجوج، ملي غتصاوبوا تكمل تصاوبوا هذا الوجه كملتوه ديروا وجه اخر بحاله تماما. ومنين غادي تساليو، منين غادي تساليوهم بجوج غادي نشدو دابا داك الساعات، يا اما غادي تخيطوهم بالبره والخيط، تخيطوها عاده بحال كي كنخيطو مخده وتخليو واحد البلاصه فين تدخلوا المخده وتخيطو، ولا عديرو بالكروشي وديروا ليها غرزه المنزلقه مثلا ولا غرزه الحشو وديروا عليها كامله، ولا غادي ديروا بهذه الطريقه اللي غادي نوريكم عاوتاني. هذه هكا باش كتجي عندها واحد الحاشيه زوينه. دابا غنحطوا وحده هكايا يجي الظهر ديالها لداخل، وحده هكا الظهر عندها الظهر ديالها عندي، ونحط الاخرى هكا، نحط وحده اخرى هكا هكا شوف الناس، والاخرى هكا. وغادي نخيطو وغادي ندوزو على ثلاثه الجهات، وغادي نخليو واحد الجهه غندخلو منها المخده ونكملو. اذا هذه من بعد ما غيمكن لكمش تحيدوها باش تصبنوا، ما غنحيدوش الغشاء، غتبقى تصبنها بالغشاء ديالها. اذا بغيتي تصبنيها خصك تصبنيها بالغشاء ديالها. انا غنوريكم هذه الطريقه، الا ما عجبتكمش هذه الطريقه يمكن لكم تخيطوها باش تبقاو تحلوها وتصبنوها كما بغيتو غير بوحدها بلا ما تصبنوا الغشاء المخده لداخل. المهم لكم الاختيار، انا غادي نوريكم هذه الطريقه واذا عجبتكم غادي ديروها. دابا كيفاش غادي نشد، غادي نجيو لهاد القنص. دابا هذا هو محطوط لتحت وهذا الفوق، شتي، وهذا راه الوجه اللي عندي وهذا الظهر اللي هكايا. المهم الوجوه برا صافي، حنا كي كنقول غادي نجيو لهاد القنص فيه ثلاثه تاع العيون، ياك درنا ثلاثه الغرز الحشو، وغنجيو لهاد الوسطانيه. هادشي نقرب لكم باش تشوفوا مزيان، غتجيو لهاد الوسطانيه هادي. دابا ثلاثه الغرز الحشو، ها وحده جوج ثلاثه، هيك عندنا واحد جوج ثلاثه. غادي نجيو لهاد الوسطانيه، شتي الغرزه عندها جوج شوايه، غادي نهزو هاد هادي، ما هزيتش القداميه، القداميه غتبقى، غنهز هاد اللي لهاد الجهه اللي جات للدور. ما عرفتش واش كتبان لكم مزيان، باش كتبقى واحد الحاشيه زوينه باينه. دابا كنا غنجيو لهاد الغرزه الوسطانيه وغادي نخشي فيها الكروشي ونجبد عين. ها هي عندي دابا الخيط الصغير، هاد الطرف هكا، هذا دابا غادي نحاول غنديه هكا معايا باش يدخل، وغادي نشد هاد الطرف الاخر، الطرف الاخر غنمشي حتى هو الغرز الحشو، غنمشي للوسطانيه والغرزه عندها جوج شوايه، شتي عندها هكا وهكا، ما غاديش نقيس هذا، غادي نهز غير هاد الحاشيه اللي هنا، غير الطريف اللي هنا هي هاد الغرزه، شفتوا صافي هكا غندير. غادي نقاد هاد الخيوط، نشد الخيط الكبير وغندير هكا، نخرج سلسله صافي، وغادي ندير هكا سلسله، وغنبقى غادا بحال هكا. غادا نهز غير دابا العين، ها هي هاد العين، دابا ما نهزش هادي اللي برا، ما الى برا غنهز اللي لداخل، وبالنسبه لها ولهاد الجهه غنهز اللي لداخل، ما غنهزش اللي برا، ديما اللي برا خاصها تبقى هي اللي غادي تعطينا واحد الديكور. راني كنهز داك الخيط اللي بقى ليا تما تنخشي، تندير غنديرها ندير منزلقه، غير منزلقه، غنبقى غادا غير منزلقه. ها هي غنبقى نهز، غنبقى نهز هادي، ونهز هادي، كل عين كنهز منها غير هذا، وكنديرها وكندير منزلقه، غنمشي بمنزلقه كله على المخده هكا، منزلقه شتي. انا خصني باش تشوفوا مزيان، شتي دابا هاد العين، ها هي عندها هاد الجهه، العين عندها هاد الجهه وهاد الجهه، دايره بحال الحبات القمح ولا بحال في ولا. اذا ما كنهزش هاد الخيط اللي هنايا، كنهز هاد الخيط الدخلاني بالنسبه لهادي، وكنهز هاد الخيط هذا بالنسبه لهادي، كنهز ثاني هذا اللي جاي من الداخل، اللي جايين برا كنخليهم باش كيعطيونا واحد الزويقه زوينه، كتجي عندها الحاشيه صافي. هكا غادي نمشي ندور معها كامله بحال هكا، كل عين مع عين، هاي شتي انا ماشيه هكا غير منزلقه، شفتوا كيفاش كدير، شتي كيفاش غادي تجي الحاشيه، غادي تجي هادي غادي تسوق مع هاد غرز الحشو اللي درنا، كتجي بحال عندها واحد الحاشيه كتجي زوينه. اذا ها انتم شوفوا دابا كنشد هكا هذا مع هذا،
هادو هكا وكنجبد نديرو رز غير منزلق صافي، ما كنبغي ندير لا خيط لا والو، الخيط غير في الاول ها شتو الفوق، كنجبد هكا وصافي منزلق. مني كنخشي هادو بجوج هنايا هاد الخيط كنجبدو صافي، كنجبدو وكنخرجو من هاد العين. شفتوا كيفاش كتجي الحاشيه؟ كتجي زوينه. اذا غادي نكملو بحال هكا على هاد ثلاثه الجوايه، على هاد ثلاثه الحاشيات كاملين، حتى غنخلي غير واحد الجهه اللي غندخل منها المخده. كنتمنى انا نديرها معكم مره واحده. ها نتوما عندك غرزه هنا وغرزه هنايا، اذا انا ما غاديش نهز هذا الخيط البراني وما غنهزش هذا الخيط البراني، غنهز هذا وهذا، هذا اللي لداخل وهذا اللي لداخل، غادي نهزهم بجوج هكا الخيوط هما سهله حيت كنا كنخدمو بكروشي غليظ صافي بحال هكايا. اذا غادي ندورو على المخده كامله بحال هكا ان شاء الله، حتى ندورو على ثلاثه الجهات وغادي نطلق. صافي دابا انايا كملت هاد ثلاثه ديال الجهات درت عليهم، ودابا درت المخده انا اللي عندي درتها لداخل. دابا غادي نكمل بحال هكايا، غادي نكمل كيما درت هكايا هنايا، غادي نكمل باش نسد هاد الجهه. نتوما بغيتو تخدموها بغيتو تبقاو تحلوها ممكن تخيطوها من بعد تبقاو تحلو الخياطه، وهذا انا معليش ملي كنبغي نصبنها ماشي مشكله، غادي نديرها في الماكينه كامله، راه كلها في الماكينه غادي تصبن بلاواطه ديالها، راه فيها غير لاواط تعمرها. لاحظوا هاد القناص خصنا نعمروهم القناص هكا. شتي هذيك الخدمه كتجيب واحد هاد الحاشيه كتجي زوينه فيها، هذا هو علاش درناها. يمكن لك ديرها بهذيك الغرزه المنزلقه ولا دير غرزه الحشو، حتى غرزه الحشو كتجي شويه عاليه على هكا، حتى هي كتجي هاد الضفيره هكا يا زوينه في الجن. فوالا غادي نكملوها، نكملوا الخدمه ديالنا كما كنا كنديروا قبيله. انا دابا خشيتها هكا وغادي نكمل، واخا كاينه المخده لداخل صافي معليش داكشي اللي بغيت. غادي نهز هادي نهز هادي كنهز غير هادو هكا، ندوب الخيط ونزلق صافي، ونكمل هكا حتى كنكمل المخده ديالتي كامله نسد. داك الساعات ناخد برا ندخل الخيط ولا بالكروشيني ندخلو لداخل داك اللي كيبقى وصافي، داك الساعات المخده ديالنا ها هي موجوده صافي. انا غادي نكمل هاد الدوره ونعاود نطلق ان شاء الله. دابا منين كملت درت سميت غرزه منزلقه باش سديت، وهذاك الخيط اللي بقى غادي ناخذ الابرة وغادي نحاول ندخله لداخل ما يبقاش يبان، باش ما يبقاش يبان باش نخليه طويل قد هكا، راه خليته طويل باش يجيني ساهل يدخل في الابرة. حاولوا تدخلوا فين ما باش تبقى مشدوده مزيان مكيبانش، ها هو مكيبانش منين بغي نقطع كنجبد واحد شويه باش ملي كنقطعو كنديرها كيدخل هذاك الراس اللي بقى صافي. ها هي المخده ديالنا موجوده دابا، انا عندي مشدوده من جميع النواحي. دابا الا بغيت انا نصبنها خاصني نخشيها كامله في لا ماشين، ما كاينش ماشي مشكله، انا عندي ماكينه كبيره ديال 12 كيلو كتصبن المانطات، دونك مخده بحال هكا فيها لاواط راه ماشي مشكله بالنسبه ليها. ها هي المخده ديالنا، الا عجبتكم الفيديو ديالنا شفتوها كيفاش دايره كتجي زوينه فيها هاد الطلعات وهذا. المهم سهله سهله في العمل باش تصوبها، ما كتاخذش الوقت بزاف حيت مخدومه، هذه مخدومه على جوج والصوفه على جوج كروشي غليظ، وما كتجيش غليظه بزاف زعما زوينه، كتجي كديرها في لي فوتوي ولا ديرها في غرفه اطفال ولا في اي بلاصه انت محتاج فيها مخده هكا صغيره، مخده صغار
كتجي زوينه. الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك، الا ما كنتوش مشتركين تشاركوا معايا في القناه مرحبا بكم، وبارطاجيوها. وشكرا على الانتباه وعلى المتابعه وعلى المشاهده. شكرا، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.